السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد، وهو كيفية صنع جهاز كشف المعادن أو صنع جهاز كشف المعادن. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1 جهاز كشف المعادن، 2 صنع جهاز كشف المعادن ومنها رقم 1 الأدوات والمواد، رقم 2 طريقة العمل. أول حاجة، جهاز كشف المعادن. يعتقد العديد من الأشخاص أن استخدام أجهزة كشف المعادن الـ VLF يقتصر على هواة البحث عن المعادن في الأرض أو على المختصين بذلك، ولكن في الحقيقة فإن أجهزة كشف المعادن تدخل في العديد من الاستخدامات، مثل استخدامها من قبل الشرطة ورجال الأمن في الأماكن التي تحتاج مستوى عالي من الأمان كالمطارات والدوائر الحكومية، وذلك لضمان عدم دخول أي شخص مسلح أو مفخخ على سبيل المثال، حيث يقوم مبدأ عمل هذا الجهاز على استقبال الموجات الصادرة عن المعادن المختلفة، والتي بدورها تقوم بتغيير الموجة الصادرة عن الجهاز لإصدار الصوت الذي يكون أشبه بالتشويش أو الإنذار. وسوف نتحدث عن طريقة صنع جهاز كشف المعادن بطريقة سهلة وسريعة. صنع جهاز كشف المعادن: الأدوات والمواد. رقم 1، لفائف الإرسال، وهي عبارة عن أسلاك معدنية. 2، لفائف الاستقبال، وهي اللفائف الداخلية للحقل وتحتوي على أسلاك معدنية مختلفة، حيث تقوم بالتقاط الترددات المعدنية وتضخيمها، والتي تكون على شكل أصوات تصدر من المعادن التي سيتم اكتشافها في باطن الأرض. 2، راديو. 3، منبه. 4، حلقتان دائرتان من الخشب، واحدة بحجم القرص الصلب متوسطة الحجم والأخرى بحجم أصغر منها. قطعة صغيرة من الخشب لسد الثقوب، لفائف أسلاك نحاسية، قضيب، سماعات توصيل للراديو، لاصق جيد. طريقة العمل: 1، اجمع علبة التحكم والتي تكون عادة مركبة من راديو ومنبه وثبتها جيدا باللاصق. 2، اضبط الراديو على موجة الـ AM وثبته على تردد غير تابع لأي محطة. 3، اجمع رأس البحث وذلك باستخدام الحلقة المصنوعة من الخشب الرقيق. 4، سد الثقوب والفراغات الموجودة بين الحلقتين. 5، احضر لفائف الأسلاك المعدنية وقم بلفها جيدا حول الحلقة الكبيرة الخارجية. 7، لف الحلقة الصغيرة بلفائف الأسلاك المعدنية كما هو الحال في الحلقة الكبيرة. 8، اربط الأسلاك مع علبة التحكم التي تم صنعها سابقا، ويجب الانتباه إلى وصلها جيدا مع الراديو. 9، احضر القضيب واربطه برأس البحث من الجهة السفلى والجهة العليا من علبة التحكم. 9، اترك مكاني لنتسع لوضع اليد. 10، شغل الراديو لسماع الصوت الذي سوف يصدر عند وجود المعادن في منطقة معينة. هذا اشبك السماعات مع الراديو لتتميز الصوت بوضوح.